طب خلينا الاول نتكلم عن الصور اللي احنا شايفينها. الصوره دي بقى ايه؟ دي مديتيشن. اه دول قاعدين مديتيشن صح كده. طب ودي؟ لا ده ستريتش اكتر، ده فليكسبيليتي يعني. بس ده ما ينفعش عندنا في مصر خالص عشان الاجسام عندنا في مصر جدا. لا لا بنعمل في الكلاس وده بس دي بتتعمل في مصر. طب ودي؟ ده وورير 1. وهنا ده سبليت. دي عايزه لياقه شديده طبعا، ما عشان كده اللياقه بتوصل مع الوقت، بتوصل مع الوقت، مش لازم تبتدي وانت كده، انت بالتدريج ودي بقى دي فوق، ده بالانس اكتر وسترينث. طب ودي بتفضل في الوضع ده قد ايه مثلا؟ لا ملهاش وقت معين، ده حسب انت قدرتك قد ايه. ده في الغالب بتبقى حسب، بتتحط في الفلو يعني، بتمشي فلو كده. انت تقدري توفي قد السترينث بتاعتك تخليكي تستحملي تقعدي في الوضع ده قد ايه. البالانس. طيب مها انا عايزه ارجع للطرق، وانت قلت لي اللي هو ايه الطرق؟ الطرق انه مثلا زي اللي احنا شفناه دلوقتي، ان كل حد بيلعب يوجا ولكن بطريقته، في اللي قاعد بميديتيشن، في يعني في اوضاع مختلفه. مين اللي يقدر يعمل ده ومين اللي يقدر يعمل ده؟ يعني هل في ناس مثلا انت بتمرني عليها فتره طويله عشان مثلا الـ يعني الشخص اللي انت بتمرنيه يقدر يوصل لده؟ بصي التغيير انا بحسه من كلاس للكلاس اللي بعده. يعني الناس البيجينرز اللي بيخشوا الكلاس الاولاني تاني مره بحس ان هم مختلفين تماما عن اول كلاس دخلوه. فهي التحسن فيها بيجي بسرعه جدا، مش لازم تبقي فت وتبقي فليكسيبل عشان تعرفي تخشي كلاس يوجا خالص.